هيدا الفستان مش حيكفي. مين من جيلنا ما ألف شخصيات ومثلها هو وأخواته بالبيت وأصحابه بالحي أو حتى بالمدرسة؟ كل الأولاد بيخلقوا عندهم قدرة على اللعب، الابتكار وحتى الإبداع. صحيح، وكلنا لما نكبر بيضل عنا قدرة على التمثيل من وقت للتاني، لكن قليل هن اللي بيصير التمثيل حرفتهم وبينجحوا فيها. لتقديم جائزة الممثل المفضل عن فئة السينما، منرحب سوا بياسمين صبري. أولاً الله على طاقة المكان، الله على طاقة السعودية. شرف كبير جداً لي أني أشهد على كل الجمال ده وسط نجوم الوطن العربي والعالمي. بتمنى للسعودية مزيد من النجاح والازدهار.